اتجه الحكم الى الاحمر، خطأ حسابه وهنا كرة ملعوبة. الله، جول للشباب من الكرة الثابتة، كرة ثابتة قوية من فهد الخالدي، فهد الخالدي يرسل. شوف 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 عيسى، هو شوف وفهد الخالدي، يا سلام عليك يا سلام عليك على الكرة هذه الحقيقة. فهد الخالدي في المرمى في العشر دقائق، في الهدعشر دقيقة، خلاص في اول 11 دقيقة الشباب، وهدف اول على رمية التماس. ملعوبة وهو الجول. عبد الرحمن السربل، عبد الرحمن السربل يسجل هدف التعادل في الدقيقة 14. شوف لما لعبت والتسليم إيفان والسربل على طول. برافو 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 الحقيقة، اللاعب والتمريرة حلوة من إيفان، صنعها له وتقدم واخذها وبطن القدم في الزاوية اليسار على حارس المرمى سليمان ميرزا. 1-1 إذن ما في حد أحسن من حد. الجهرة يتعادل، عبد الرحمن السربل يعادل النتيجة، يعادل النتيجة 1-1. شايف هذه الكرة مرة أخرى، عاد فيها لفادي، شوف وين يضعها. السلام سعود مجون، هذه كرة لفيصل زايد، المهارة موجودة ويمر مور بيمور وعرضية، جول 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 للاعب فايز الضبيري. لكن والله الكرة الجميلة، والله البديل 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 عبد الله حسون. شوف 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 مهارة فيصل زايد، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. والمتابعة هناك للبديل عبد الله حسون، عبد الله حسون. فيصل زايد يصنع هدف التعادل، يصنع هدف التعادل، التقدم التقدم 2-1 2-1 يتقدم. والبديل الناجح نقول عنه، وبعطي الهدف وقسمه هذا قسمين من 100، اعتقد ان 65% لفيصل زايد. لعبت أمامية، فيصل زايد بهي كرة إيفان، وهذا محمد سعد وركلة جزاء. وعلى طول لم يتردد للأمانة حكم المباراة، وواضح أيضا الاشتراك، ويرفع ايده طبعا القطان. خلاص يا عبد العزيز، خلاص الصافرة أسرع من أنك تقول لا ما سويت شيء. لا، واضحة للجهراء العائد بروح قوية في الشوط الثاني. فيصل زايد، فيصل زايد، والثالث زادهم فيصل زايد بهدف ثالث، وتوج مجهوده بهدف ثالث فيصل زايد، صنع هدف الفوز، والآن يأمن الفوز بهدف ثالث الدولي. فيصل زايد، فيصل زايد يسجل هدف ثالث. ثلاثة الجهرة، واحد الشباب، ثلاثة الجهرة، واحد الشباب.